بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تترك قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لديك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس في يوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم أكرمنا بكرامة الإيمان وأكرم لنا نعمتك التي أنعمت بها علينا وأهدنا إليك سواء السبيل واغفر لنا على الأقوام الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلنا عند قوله رضي الله تعالى عنه: ولهذا تعرف أن هذا الخرج في زماننا ليس بمأمول. بيتكلم عن إيه؟ الخرج بمعنى إيه؟ بمعنى المحروم. يدخل في الحرز أي في الحرز الذي عليه العجائز وعليه الصبيان، يعني هو الانتماء إلى الحرز المأمون اللي هو تكلم عنه في صفحة 59 عندما قال: فكان من الحزم والصواب ما أمر به علماء السلف من الانتماء إلى الحرز المأمون، يعني المأمون من التغير. لكن في زماننا هذا أصبح هذا الحرز ليس مأمونا، إذ لا إتقان فيه للعقائد ولو بالتقليد، فلا مدخل له في ذلك الأمر لعدم الاعتناء بتعليم عقائد الدين لا سيما النساء والصبيان. يعني العجائز والنساء والصبيان كانوا في زمن السلف يلقنون ويحفظون، وكان الحرز عندهم مأمونا. أما في زماننا هذا فليس بمأمون، إذ لا إتقان فيه للعقائد، يعني أصبح من العجائز والصبيان والبدو وما شاكل هذه الطوائف لا يتقنون العقائد ولو بالتقليد، فلا مدخل له في ذلك الأمر لعدم الاعتناء بتعليم عقائد الدين لا سيما النساء والصبيان. يعني لا يعلمون ولا يفقهون في الدين كما كان الشأن في زمن السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. أما الإماء والعبيد في زماننا فلا يقصدون بتعليم أصلا، لما حد يهتم بتعليم الخدم وتعليم من يقومون بالتنظيف أو مثلا بالفراسة من خدم وغير ذلك، لا يهتم بتعليمه، وكأنهم عندنا فيهم حيوان بهيمي لا تكليف عليه. مش مرة مثلا يسأل عن صلاة ولا صبح كم ركعة ولا الظهر، ولا يهتم، مع أنه مسؤول عنه أمام الله تبارك وتعالى. كل من راع وكل من مسؤول عن رعيته. أما الإماء والعبيد في زماننا فلا يقصدون بتعليم أصلا، وكأنهم عند مالكيهم حيوان بهيمي لا تكليف عليه. ولهذا تجد الجهل بكثير من العقائد في كثير ممن يتعاطى العلم من أهل زماننا،
يعني الجهل منتشر في أوساط المتعلمين، فكيف بالعامة؟ وكيف بالنساء والصبيان؟ فكيف بالإماء والعبيد؟ أما أهل البادية ومن بعد دولة لهم في الحضر، أما الناس اللي في الكهوف والصحراء وبعيد عن الحاضرة أو بعيد عن المدينة، أما أهل البادية ومن بعد عن سماع مطلب العلم فلا تسأل عن حالهم، لا تبحث عنه أصلا، وتجد أذهان أكثر أهل زماننا، وتجد أذهان أكثر أهل هذا الزمان جامدة صعبة الانقياد للفهم، مائلة أبدا لما لا يعني. إن نصحت لم تقبل، النصيحة لم تقبل، وإن علمت لم تتعلم، وإن فهمت لم تفهم، وإن فهمت تفلت منها فهمها عن قرب، وإن بقي شيء منه بطرت وجعلته سلما للدنيا ولصحبة الظلمة والتقرب إليهم، إلا من عصمه الله بفضله وما أندر وجوده اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبالجملة فهذا الزمان هو الذي هول أمره في الأحاديث، وحذر منه السلف الصالح، وخافوا أن يدركوه على غدارة علمهم وقوة دينهم، وها نحن أدركناه مع شدة ضعفنا علما ودينا، والله المستعان. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال المحشي رحمه الله ورضي عنه وعنكم ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وبهذا أي بكون الفقر مع غزارة علمه طلب التقليد حقيقة، أو أنه تلهف وتندم عند الموت على ما حصل منه، تعرف أن هذا الحرز في زماننا ليس بمأمون. فاسم الإشارة ليس راجعا للاحتمال القريب، وقوله إن هذا الحرز المراد به ما يعتقد في شأن المولى، وإن كان مخالفا لما مر من أن الحرز معناه الاعتقاد، ففيه شبه استخدام، يعني كأنه له معنيات، فأطلق اللفظ بمعنى وعاد عليه الضمير بمعنى، هذا هو معنى. وقوله ليس بمأمون أي لجواز أن يكون الاعتقاد غير مطابق للواقع، لجواز أن يكون الاعتقاد غير مطابق للواقع، وإذا لم يكن مطابقا للواقع فجهل، فكيف يكون فيه أمان، أو كيف يكون الحرز مأمونا؟ قوله إذ لا إتقان فيه أي في ذلك الزمان، علة للمعلل مع علته، يعني علة للمعلل مع علته، لو مصاحب لعلته، أي وإنما عرف بما ذكر أن هذا الحرز ليس بمأمون لأنه لا إتقان فيه، يعني ماذا يكون مأمونا إذا كان فيه إتقان، أما هذا لا إتقان فيه فلا يكون مأمونا. والمراد بالإتقان الصحة، أي لأنه لا صحة فيه للعقائد،
وإنما حمل الإتقان على الصحة لأجل قوله ولو بالتقليد، لأن الإتقان لا يكون إلا مع العلم، هي المعرفة. وإنما حمل الإتقان على الصحة لأجل قوله ولو بالتقليد، يعني أعوذ بإتقان صحيح سواء كان عن معرفة أو حتى كان عن إيه؟ عن تقليد. عن تقليد، لأن الإتقان لا يكون إلا مع الإيه؟ مع العلم. مع العلم، لذلك حمل الإتقان وهو لا يمكن يعني الإتقان من غير علم، هو بيقول لك المراد به الصحة، والصحة تأتي من غير إيه؟ من غير أن يكون عالما، زي واحد يتوضأ ومش عارف إيه الفرض وإيه السنة لكن وضوءه صحيح. لا يشترط الصحة مع العلم، ولكن الإتقان لا يكون إلا عن قوله فلا مدخل له في ذلك الأمر. علة لقوله إذ لا إتقان فيه، أي لا إتقان في ذلك الزمان للعقائد، لأنه لا مدخل لذلك الزمان أي أهله في الإتقان، أي لا توجه لهم إليه أو لا توجه لهم إليه، وإذا انتفى التوجه لهم. أي لا إتقان في ذلك الزمان للعقائد، لأنه ما فيش مدخل إلى ذلك يعني لأهله هذا الزمان في الإتقان. لماذا؟ أي لا يتوجهون إليه، لا توجه لهم إليه، يعني هم أصلا مش في بالهم، لا يشغلهم، ما بيفكروش فيه، يعني لا يعنيهم، ما تفرقش معهم. مرة واحد يقول لهم كده يعني ممكن تدخل النار دلوقتي، يعني ايه؟ اه والله دخل النار. يعني هو المسألة لا تشغله وليست فيه في باله، وإذا خوف لا يخاف، وإذا حذر لا يحذر، لأنه ما فيش في قلبه معاني الإيمان ومعاني المراقبة ومعاني الخشية. إذ لا أي لا توجه لهم إليه، وإذا انتفى التوجه له انتفى هو أيضا، لأنه لا يكون إلا مع التوجه إليه. فإذا لم يكن هناك توجه فكيف يكون إتقان؟ وإذا انتفى التوجه له انتفى هو أيضا. قوله لعدم الاعتناء أي في ذلك الزمان، علة لقوله فلا مدخل، فلا مدخل له في ذلك الأمر لعدم الاعتناء بتعليم عقائد الدين. قوله لا سيما أي خصوصا ما ذكر، فإنهم أشد بعدم الاعتناء. كلمة لا سيما يعني خصوصا، زي مثلا إيه؟ لا سيما رفيقه في الغار، يعني أخص بمزيد تسليم وتحية الرفيق في الغار، وهو مين؟ آلي وصحبه الأطهار. لا سيما رفيقه فين؟ لا سيما يعني خصوصا. أقول لك مثلا اعتني بهؤلاء الطلاب، لا سيما فلان، يعني خص فلان، أو أوصيك به خصوصا، أو معنى كلمة لا سيما. قوله فلا يقصدون بخلاف النساء والصبيان، فقد يقصدون وإن لم يكن لهم اعتناء. يعني أعوذ أقول لك الإماء والعبيد لا يقصدون، لكن يمكن إن بالنسبة للنساء والصبيان، لأن الصبي ده ابنه، والمرأة مثلا تكون مرافقة له إلى آخره، فقد يقصدون، قد يعني أحيانا تيجي كده لحظة صفا أو لحظة ود يعلمها حاجة، أو مثلا يجيب للصبي واحد يعلمه القرآن، وإن لم يكن يعني أهل هذا الزمان لهم اعتناء. كم زمان أهم حاجة الواحد يبيع الأرض يعني ويبذل كل شيء في سبيل ابنه يحفظ القرآن، دلوقتي أهم حاجة إيه؟ يتقن اللغات ويأخذ شهادة التوفل ده، ويأخذ مش عارف مستوى معين، ويروح مدارس أجنبية، ومش عاوز إيه القرآن ده، شايف إنه القرآن ده حاجة يعني أصبح يعني
شيء من القرن من الرجع يعني مش ولا يهتم بذلك. انما يمكن يقول لك اه يتعلم له صورتين عشان يصلي ايه بهم. لكن راينا انه ما فيش اعتناء ولا اهتمام في هذا الزمن بهذا الامر. قوله ولهذا اي لعدم الاعتناء بتعليم العقائد في ذلك الزمان. قوله بالعامه اي كالسوقه. قوله اما اهل الباديه اي الذين شانهم البعد عن اهل العلم. قوله ومن بعد شانهم البعد. البعد شانهم الذين شانهم البعد عن اهل العلم. قوله ومن بعد اي من اهل القرى. يعني مثلا احنا هنا في الازهر الشريف وما زال في اعتناء في ناس هيبتيجي من ماليزيا مش عارف من طلبة الازهر من الكليات. انما تعالى روح في الصعيد مثلا لا يمكن تجد مجلس مثل هذا. مجالس مثلا ممكن من اجل حضرة ذكر مش عارف يعني اجتماع على قراءة القرآن يكون في مناسبة. انما عشان تجد مجلس علم زي كده ومنتظم وإمام هذا مش هتبقوا في ناس من المسلمين في الصعيد بلد كده في مجلس زي كده خلاص. ولا في الأقصر ولا في أسوان ولا في ناس. قد يكون في حاجات نادرة في البلد لكن لا نعلمها ولا نسمع عنها. انما مجلس كده مرتب ما فيش. يعني اللي هم بعيد مع انها بيجت فيه عندهم يعني مدنيه وعندهم يعني النظام الحديث وعندهم الات لكن لا يوجد. ليه؟ عدم التوجه وعدم الاعتناء. يعني ممكن انا بنفسي قلت لا الصعيد ده بلاد نحن نشأنا فيها ولازم ليها حق علينا وروحنا نعلمه. بقينا نتصل بده ومش عارفين واللي معهوش الكتاب يجي في اخر الجلسه واللي يعتذر واللي يتصل بالتليفون وهو قاعد يجي له التليفون يقوم يتكلم. ففشل المجلس من اول القرن. ليه؟ لعدم وجود التوجه. مفيش توجه مفيش حرص. وكونك انت اللي تروح تطلب التلاميذ وتقول له تعالوا وافتح لهم البيت واجيب لهم مشروبات وساعات مأكولات برضه مفيش. هو بيفكر الشيخ بيعمل ليه كده؟ يقول لك الشيخ ليه مصلحة قال ترشح في الانتخابات يمكن. هو يحط في دماغه شيء مش. وانا عاوز اعلم ليه؟ لانه العلم هناك مات خالص مفيش خالص نهائيا. خطبة الجمعة ممكن ما تحفظ حفظها وبياخذوها من النت كاملة ولا يتدخل في كلمة. ويردك من يتقنها إتقان صحيح يقول لك رحمة الله. هذا هو اللي حصل. نسأل الله السلامة. قوله أما أهل البادية أي الذين شأنهم البعد عن أهل العلم ومن بعد أي من أهل القرى. قوله فلا تسأل لأن حالهم من عظم جهلهم معلوم لكل أحد. قوله جامدة أي واقفة عن الفهم وليس انقيادها له بغريب كما أفاده بقوله صعبة الانقياد. قوله لما لا يعني أي من حب الرياسة والشهوات ونحو ذلك. فين ده في المدن؟ هو يا مولانا قوله وتجد أذهان أكثر أهل هذا الزمان جامدة صعبة الانقياد للفهم مائلة أبدا لما لا يعني. يعني لما لا يفيد يعني مائل للحاجات الفارغة خلاص. وإن نصح عنده ميل لإيه لما لا يفيد. أنا عاوز المظهر عاوز مثلا تكون مثلا مطويل عاوز يعني كده مظهر كده اجتماعي عاوز سيارة فعندوش فيه عاوز مثلا مريسة عاوز يحقق أو الزمن عبدالله هذا هو الزمن مائل لما لا يعني حب الرياسة الشهوات خلاص.
ونحو ذلك. وإن نصحت من آثار قوله مائلة، قوله تفلت بالفاء الذهب، قوله بطرت أي تكبرت، يعني لو في شيء يعني علق بأذهانهم يتفلت لا يبقى. ليه؟ لأنه ما فيش يعني زي الثمر، ما فيش ما يغذيها، ما فيش ما يرويها، ما فيش الجو اللي هي تعيش فيه، تتفلت تروح. يعني مثلا ايه اللي بيخلينا حافظين القران؟ الحمد لله نقرا في المطارق، انه دائما ايه نجلس ونسمع، انما لو رحنا في جو ما فيهوش تلاوه وما فيهوش قراءه هروح منين القران؟ هيتفلت منين؟ قوله بطرت اي تكبرت. كم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها. قوله للدنيا أي تحصيلها. قوله عصمه الله أي حفظه من البطر وغيره. قوله إلا من عصمه الله، العصمة هنا الحفظ، لأنه ما عصمه الله دي العصمة بمعنى لحظة من هذه لا تكون إلا للأنبياء، فالعصمة يعني الحفظ. قوله وما أنظر حفظه من البطر والكبر وغيره الحسد. قوله وما أنذر وجوده اليوم أي من عصمه الله. قوله اليوم أي زمان. قوله وبالجملة أي الإجمال وعدم تفصيل المنكرات الواقعة في هذا الزمان. قوله فهذا الزمان، فيه أنشد بعضهم هذا الزمان الذي كنا نحاذره، في قول كعب وفي قول ابن مسعود إن دام هذا ولم يحدث له غير، لم يبك ميت ولم يفرح ولم يبك ميت ولم يفرح بمولود انتهى من عند اليوسف. قوله هول أمره أي عظم في القبح بسبب وقوع المنكرات فيه. قوله على أي مع. قوله غزارت أي كثرت. قوله دينهم أي تدينهم، أي تدينهم وتقوى دينهم، أي تدينهم وتقوى. فأما الأول قال الشرح قال الشرح رحمه الله فأما الأول وهو قوله مات أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يعرف الجوهر والعرض، وكذلك سائر الصحابة رضوان الله عليهم. فأنا أعجب فأما الأول اللي هو ذكر صفحة كامل، فنرجع وراء الجامعة وشوف كده عندك هنا بيقول لك لوجوه، لو رجع التقليد لوجوه، شوف كده 46 أن نصف وأن أبا بكر معه 46 فين؟ لا ده 45 في الأحكام. بيقول لك إيه واحتج بعضهم ممن يميل إلى القول إلى صحة قول التقليد، بل ويرى رجحانه على درجة اجتهاده النظر في علم التوحيد بأوجه، أحدها أن نقطع أن أبا بكر وعمر وسائر الصحابة ماتوا وإيه ولم يعرفوا الجوهر والعرض. هو ماذا هنا إيه يفند ولك؟ فأما الأول وهو قوله مات أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يعرف الجوهر والعرض وكذلك سائر الصحابة، يعني هو يعني ليه أبو بكر وعمر ما كلهم ما كانوش عارفين الجوهر والعرض، بس قال دول يعني أهم اثنين في الصحابة أو الأكابر. فأنا أعجب أن يذكر مثل هذا دليلا على التقليد، أن يذكر مثل هذا دليلا على التقليد من له أدنى تمييز. يعني قال له والله لو اللي قال كده عنده تمييز، يعني عنده ذوق، يعني زي ما أقول كده، أو عنده دم يعني. فأي مدخل للألفاظ المصطلح عليها في شيء من أدلة العقائد حتى يلزم من الجهل بشيء منها الجهل بشيء من الأدلة. يعني بيقول لك الجوهر والعرض الفاظ اصطلاحيه،
يعني اصطلحوا عليها علماء الكلام ما لهاش مدخل في ايه؟ في شيء من أدلة العقائد، حتى يلزم من الجهل بشيء منها الجهل بشيء من الأدلة. بمعنى انه لا يلزم من الجهل بالعرض والجوهر وعدم معرفة هذه الأمور الاصطلاحية، لا يلزم الجهل بأدلة العقائد. وما أشبه هذا بقول من يقول إن الصحابة رضوان الله عليهم كانت تجهل المقصود من علم العربية، لأنهم ماتوا ولم يعرفوا حقيقة الفاعل ولا المفعول ولا الحال ولا التمييز. التمييز هو المصطلح عليه، المصطلح عليها في الفاعل الفرد عند علماء العربية، أو كانوا يجهلون المقصود من فن البلاغة، لأنهم كانوا يجهلون ألفاظا فيها أحدثها من بعدهم اصطلاح. وهل هذه الأقوال تصدر من عاقل اللي هو الوقوف عند المصطلحات مع أنه لا مشاحة فيه، وإنما يصح له الاستدلال؟ يعني كان المفروض ما يقولش أنه أبو بكر وعمر والصحابة ماتوا من غير ما يعرفوا الجوهر والعرض، وهو من جماعة السلفية ضعيفوا عليهم، يقول لك إذا كان حاجات دي الصحابة ما عرفوهاش ولا تكلموا فيها، انتوا ليه بتعلموها للناس في الأزهر؟ فكان يصح لهم الاستدلال لو ثبت أن الصحابة ماتوا ولم يعرفوا الله إلا بمجرد التقليد. هنا يبقى الدليل إيه؟ يبقى الدليل صحيح. وأعرضوا، يعني لو ثبت أن الصحابة ماتوا ولم يعرفوا الله، اللي كانوا مقلدين عرفوا بالتقليد فقط، وأعرضوا عن النظر الذي حظ الله تعالى، حظ يا بني آدم، حصل الله عليه، حظ يعني حتى فيه خصر، يعني أنا غلط غلطان، منين ولا الشيخ غلطان، ولا الأمة كلها مش فاهمة. ثبت الأول يعني ده أعتبر إيه زي ما بيقولوا عليه ده، يعني لا يفعل هذا من له أدنى تمييز. فيصح الاستدلال لو ثبت أن الصحابة ماتوا ولم يعرفوا الله إلا من مجرد التقليد. وأعرضوا عن النظر الذي حط الله تعالى عليه في آية من كتابه، الآية اللي هي الآيات اللي فيها الحث على النظر، وأن أدلة العقائد التي لا تحصى كثرة في القرآن كانت تمر عليهم وهم عنها معرضون ولا يفهمون وجهه دلالته. لو قال كده يبقى الدليل بتاعه صحيح، وصحة هذا عنهم يعني ده يعني كأنك بتفضل علماء الأزهر قسم العقيدة والفلسفة على الصحابة. يعني لو صح هذا عنهم أو صحة هذا عنهم مما يحباه كل مؤمن. أي واحد عنده تمييز برضه مش ممكن يرفع حد في المتأخرين على درجة مين؟ يعني مش ممكن، انا مش ممكن الادب كده والتمييز والعلم والذوق لا يسمح لي ان اقول انه السيبويه ده لو امام النحو اعلم من ابو بكر الصديق. مين سيبويه ومين ابن خالد ومين اللي فرع عشان يكون في التراب سيدنا ابو بكر ولا سيدنا عمر؟ فعيب نقول الكلام كده. يعني اللي عند ابو بكر في اللغه ما يعرفوش الاف من مثل، مع انه سيبويه وابن مالك عاملين ايه المنظومات اللي أبو بكر لا يسمعها ولا يعرف بها، لكن الكلام إحنا معانا في الألفاظ ولا في القوالب والمعاني. هل دول كانوا يخطئوا في اللغة كانوا يلحنوا ما يفهموش في البلاغة، ودول اللي بعضهم كانوا أعلم منهم؟ مستحيل. هذا مما يحباه Thank you.
شغلين لين مغربون جاء الأول وهو قوله مات أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يعرف الجوهر والعرب، وكذلك سائر الصحابة رضوان الله عليهم، فأنا أعجب أن يذكر مثل هذا دليلا على التقليل من له أدنى تمييز. فأي مدخل للألفاظ المصطلح عليها في شيء من أدلة العقائد حتى يلزم من الجهل بشيء منها الجهل بشيء من الأدلة؟ وما أشبه هذا بقول من يقول أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت تجهل المقصود من علم العربية، لأنهم ماتوا ولم يعرفوا حقيقة الفاعل ولا المفعول ولا الحال ولا التمييز المصطلح عليها عند علماء العربية، أو كانوا يجهلون المقصود من فن البلاغة، لأنهم كانوا يجهلون ألفاظها ألفاظا فيها أحدثها من بعدهم اصطلاحا. وهل هذه الأقوال تصدر عن عاقل؟ إذن الصحابة والسلف رضي الله تعالى عنهم ماتوا وهم يعلموا المقصود من علم العربية، وإن لم يكونوا يعرفوا إيه المصطلحات الحديثة زي الإيه يعني الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح يعرفون المقصود من العربية وألسنتهم سليمة، إن لم يدروا الكتب الحديثة التي ألفت بعدهم إن لم يعرفوها بحسب المصطلحات التي رتبت من القواعد إلى آخره، لكن يفهمون المقصود بل المصطلحات التي وضعت من بعدهم ما أخذت إلا بتحريرهم وأصبحت أقوالهم بمثابة حجج أو شواهد يستدل بها من بعدهم. فهل عدم معرفتهم بالمصطلحات الحديثة يلزم منه جهله بالعربية أو بمقصودها؟ لا. وكذلك يقال في البلاغة، وكذلك يقال في المنطق، وكذلك يقال في سائر العلوم. لا نستطيع مثلا أن نقول أن الصحابة والسلف كانوا لا يعرفون علم الحديث لأنهم لم يدرسوا الأسانيد ولا علم الرجال ولا المصطلح، ولم يقرأوا نخبة الفكر ابن حجر، ولم يقرأوا مثلا كتب النووي ولا كتب المصطلح. هل معنى كده كانوا جهلة؟ ده لولاهم ما كان النووي ولا المصطلح ولا غيرهم ألفوا هذه المؤلفات. فما وصل إليه هؤلاء السلف الأكابر من علوم اللغة والشريعة والدين لا يكون لمن بعدهم مهما ألف ومهما كتب، لأن الأمور رجعت إلى نصابه. و
وإنما يصح له الاستدلال لو ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم ماتوا ولم يعرفوا الله إلا بمجرد التقليد، وأعرضوا عن النظر الذي حض الله تعالى عليه في آية من كتابه، وأن أدلة العقائد التي لا تحصى كثرة في القرآن كانت تمر عليهم ولا يفهمون وجه دلالتها. وهل يستطيع أحد أن يدعي مثلها؟ وصحة هذا عنهم مما يأباه كل مؤمن، وما أحوج من تعرض بمثل هذه النقيصة في علي مناصبهم التي لا تلحق لعظيم الأدب. ولقد نقطع أن أكابر علماء وما أحوج لعظيم الأدب، يعني هو محتاج ليس للأدب فقط إنما للأدب العظيم. من يتعرض بمثل هذه النقيصة في علي مناصبهم التي لا تلحق، وإلا من الذرة متعلقة بأحوج ما أحوجه لعظيم الأدب. ولقد نقطع أن أكابر علماء زماننا لم يحصل لهم من العلم بالدين وسننه ما حصل لأدنى أمة من إماء الصحابة رضي الله عنهم، ولا صبي مميز من صبيانهم، وكذا التابعون وتابعهم بإحسان. يعني يقول لك الشيخ طبعا من حسن أدبه وقوة علمه ووفور عقله بيقول إنه إيه أكابر علماء زماننا، زمان الشيخ السنوسي، فما بالك يعني لو قارنا أكابر علماء زمانه بأكابر علماء زمان لكانوا بمثابة أصابر بالنسبة لهؤلاء. لم يحصل لهم من العلم هم الكبار بالدين وسننه ما حصل لأدنى أمة من إماء الصحابة، أمة يعني جارية رضي الله تعالى عنهم. يعني الأمة يمكن يقصد بها الحديث بتاع الجارية اللي هي قال لها أين الله، يمكن تكون هي رضي الله عنهم. ولا صبي مميز من صبيانهم، إنما لو كان صبي غير مميز ممكن يعني يحصل له ما حصل لهذا غير المميز، إنما المميز جاء يعني منزل عالي. وكذا ده مش فقط بتأدب مع الصحابة، يقولوا وكذا التابعون وتابعهم يعني ومن تبعهم بإحسان. ولقد أدرك علي رضي الله تعالى عنه زمن المبتدعة وأفحمهم بما لم يقدروا أن يجيبوا معه جوابا. وحكي عنه رضي الله تعالى عنه، شوف عاوز يأكد الدعوة اللي قالها انه اكابر علماء لما يروحوش ذره في حسنات هؤلاء. بيقوله حكي عن سيدنا علي انه قال لو اذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضع على الفاتحه وقرا 70 بعيرا لفعلت. يعني ممكن يصنف في الفاتحه وفي علومها وفيما يؤخذ منها حمل وقر، يعني حمل 70 بعير 70 جمل يوثقهم من ايه من الفوائد ومن العلوم التي على ايه على الفاتحة فقط. وما بالك لو راح عند البقرة وآل عمران والنساء، وقال صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقد نقل عنه رضي الله عنه في كل علم العجب العجاب لمين كان أعلم الصحابة رضي الله عنه، حتى افتتنت به طوائف المبتدعة. ما الفتنة جات للناس اللي هي ألا سيدنا علي وادعت فيه ما لم يكن لغيره، ادعت فيه منين بسبب ايه؟ بسبب وفرة العلم وقوة العلم الذي كان عنده ولم يحصل لغيره. حتى سيدنا عمر نفسه كان يقول أعوذ بالله من مسألة لا أبا حسن لها، وكان يقول سيدنا عمر لولا علي لهلك عمر،
كان في كثير من الأمور يشير عليه رضي الله تعالى عنه بما يكون صوابه. وادعى بعضهم في مين؟ في سيدنا علي. ما ادعته النصارى في عيسى عليه السلام، يعني ادعوا انه إله. ومن عجيب أمره رضي الله تعالى عنه أن معضلات المسائل التي لا يتوصل إلى جوابها إلا بالأنظار الدقيقة في السنين المتطاولة، إذا سئل هو عنها أجاب عنها بديها من غير تأمل. ده مرة سئل هو على المنبر، ده لو واحد سألك أنت على المنبر حتخر مغشيا عليك، لو واحد وجه لك سؤال أنت على المنبر هتعمل إيه؟ ممكن تكفر في الحالة، يعني خلاص ما عندكش يعني دين في المسألة. كان يجيب عن المسائل العويصة الدقيقة من غير تأمل، تمام كده، ولا تعظيم لشأنها، يعني ما كانش يفخرها، كان يعتبرها حاجة عادية، كأنها عنده سؤال عن الأمور الضرورية ككون الاثنين مثلا أكثر من الواحد. هم مش عارفين، حرام عليكم، مش عارفين شوف لنا أي حد يا أخي. ها؟ شوف لنا واحد طب يا أخي، مش عارفين نقرأ. شوف لنا أي حد يا أخي من اليهود ولا من النصارى. مش كده والله، المهم زمان ما يدرس كده، مش بيحترم، مش حنية ثانية، هذا آخر درس لأشياء خلاص، من مش حنية ثانية هذا المكان حتى يأذن الله تعالى، نروح الدردير أو نروح المضيفة بتاعة سيدنا الشيخ علي. لا لا ما أبدا، لا ما راحينش ثاني في الجين هنا، لا يقدرون العلم. مثلا انا هنا مش هنفع معانا، ما فيش يا ابني حد هنا خالص، هي حد احنا كده مش عارفين له يعني ايه، يعني ايه معناها. ما فيش اداره خالص ولا فيش بني ادم. خلاص انا مش جاينا، خلاص نورت وعزمت إن شاء الله الأسبوع القادم في الدردير إن شاء الله أحسن. هذا المكان أصبح لا يصلح للفرشة. السادة الملكية. جماعة هنا ملكية. والله أنا من عجيب العقيدة بتاعتي إن اللي رافعين رأيي لا أنا أقصد في التأليفات، ما هو الشيخ بدور ياخد في النص بس تلاقي الجوهر اللي عليها المدار الأقالي مليك والشارح مليك والمحشي مليك. مفيش حد خالص كان يبني حد العوض حد يجدد بس لا لا عشان نحتاج نقول مش لا احنا مش انا خلاص انا لو كنت بس بقوله بعد ما يعرف عشان بس وبعدين السنوسي ملك وانا مالك محدش اتطرحت عليهم الباب الا سيدنا الشيخ البدوري كده الان دخل شرح الجوهره، دخل شرح السنوسيه. اسمع عاوز اسالك على واحد شوف لي اسمه خطاب عمر الدروي شافعي، شوف لي ده منين ده سجل فين ده من تلاميذ الامام، شوف لي كل حاجه خطاب عمر الدروي. فين يا ابني؟ مفيش حد؟ جاي منين ده؟ انت رحت 100 مره وجيت؟ انا اصلا هنا كنت الشافعي ده يا مولانا سكر عمر الدروي فين؟ شافعي بس انا عاوز اعرف ترجم له يعني؟ عاوز حاجه
انما الحنفيه مشهوره ان هم الماتريديه يعني. يقول الحنفيه كلهم ماتريديه. لا مش كلهم. قلت انا لمساله الاحوال تاثر بيها اصل من ادعى وتاثر بيها من عندنا من اهل السنه الاشاعره الباقلاني والجويني فتابعوه على ذلك فالخلاف اشعاري اشعاري اثبات الحال وعدم الخلاف اشعاري اشعاري خلاص ان شاء الله الاسبوع القادم مثل الحد ايضا مولانا يوم الاحد يوم الاحد في مجلس الشيخ احمد الدردير ولا اليوم الاحد يعني اليوم نفسه اليوم نفسه بنفس المواعيد نفس الايام ونفس المواعيد فاسعى لمخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرهم غافلون